اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر ودايما الاهلي في انتصارات. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وكريدت خاص لمشاهدي برنامج الاهلي خط احمر اللي هيسيبوا مباراه الارجنتين والمكسيك حتى لو عددهم محدود، فانتم في القلب وفوق الراس. كده كده اللي مش هيقدر يتابعنا لايف اكيد هيقدر يشوف الحلقه، واكيد هيقدر يتابع كل اللي اتقال في الاهلي خط احمر. وبمناسبه كاس العالم، وبمناسبه اللي اسامه كان لسه بيقوله، اكيد اكيد كاس العالم حاله خاصه، واكيد كمان فكره متابعه مباريات كره القدم في كاس العالم لها وضعها المختلف، ده حاجه مش محتاجين ان احنا نجادل فيها. بس كمان الاهلي غير. يعني ايه الاهلي غير؟ يعني الاحساس بالاهلي غير. يعني عودة النادي الأهلي إن هو يلعب ولو مباراة ودية لعشاق الأهلي مذاهب. بالنسبة للناس اللي بتحب وتنفس هوا النادي الأهلي، الأهلي عندهم شيء مختلف. الفكرة إن أكيد أكيد أنا لو هتكلم بشكل منطقي هشوف إن كان يفضل إن ما يكونش فيه مسابقات بتستأنف خلال بطولة كأس العالم، طبيعي. ولكن أما وإن النادي الأهلي هيلعب، النادي الأهلي بالنسبة لنا هو العشق والهوى بجد. النادي الأهلي بالنسبة لنا وراه فين ما يروح بجد. النادي الأهلي بالنسبة لنا إحنا ما حبيناهوش عشان هو أغنى فريق في العالم، ولا عشان أكتر فريق في العالم عنده اللعيبة اللي خدت أكتر جوائز فردية، ولا عشان بيلعب على أفضل ملاعب في العالم، ولا عشان بيلعب في الدوري الأقوى في العالم خالص. إحنا حبينا النادي الأهلي عشان هو جزء من ذكرياتنا، عشان هو قريب جدا لفكرة الأب والأم أو الأسرة اللي انت بترتبط بيهم وبتحبهم وبتكون جزء منهم، مش عشان هم أغنى ناس ولا عشان هم عايشين في أفضل مكان. انت بتحبهم عشان انت ذكرياتك وحياتك معاهم، وهم جزء منك وانت جزء منهم. هكذا هو النادي الأهلي. عشان كده كأس العالم مسابقة لا تقارن بأي شيء، بس عودة النادي الأهلي بالنسبة لنا كمحبين وعشاق للنادي الأهلي هتظل لها إحساسها المختلف، وهنظل مهتمين وبنفس الشغف وبنفس الحب حتى لو بتتلعب أي مسابقة في الدنيا، لأن اللي بيدهولنا النادي الأهلي على مستوى الشعور والإحساس والارتباط ما خدناهوش من أي مكان تاني في الدنيا، لأن شعور الانتماء لا يقارن بأي مشاعر مهما كانت جميلة على سبيل الاستمتاع. إنما الانتماء حاجة مختلفة، حاجة غير، حاجة مميزة جدا.